بالنسبة للثينينج، لو انا عندي صورة وعرفت اعمل عايز اطبق عليها الايدج ديتكشن، المفروض في مرحلة اولانية ان انا بعمل بحسب الجريدينت بتاع الصورة. بعد ما بحسب الجريدينت المفروض في مرحلة الثريشولدينج، وبعد كده مرحلة الثينينج. بعد كده دي المرحلة رقم 2 او المرحلة رقم 3 حسب يعني الترتيب بتاعك. طيب انا افترض ان انا في مرحلة الثينينج، المفروض ان انا الاوتبوت بتاع المرحلة اللي قبل كده عندي حبة بيكسلز، او عندي الاوتبوت بتاع الفلتر بتاع الجريدينت. الفلتر بتاع الجريدينت بيطلع لي 2 ماتريكس، واحدة فيها الدايركشن وواحدة فيها الماجنتيود. يعني لكل بيكسل، هنفترض ان البيكسل عندنا اللي بالاحمر ديت موجودة في الصورة الأصلية، فالأوتبوت بتاع الفلتر بيطلع لي قيمتين ليها. القيمة الأولانية في الماتريكس بتاعت الدايركشن وليكن مثلا 60 درجة، والقيمة التانية في الماتريكس بتاعت الماجنتيود وليكن 5. طيب أنا بعمل إيه بقى في الثينينج؟ بقوم أبتدي أمشي على كل بيكسل من مثلا ايه، هعتبر الصورة كلها على بعضها عندي ما فيهاش غير 9 بيكسلز مثلا ولا حاجة، فهبتدي امشي على كل بيكسل ما هواش قيمته زيرو. يعني همسك اول حاجة مثلا البيكسل اللي قيمته 3 دوت، هبتدي اشوف البيكسل اللي قيمته 3 دوت الماجنتيود بتاع الجريدينت عنده ب 3، عايز اشوف الدايركشن بتاع الجريدينت بتاعه فين. فالدايركشن طلع عندي مناظر ليه 140. يعني 140 ده كام؟ يعني لو قلنا 90 هنا مثلا لفوق، ف 140 يبقى تقريبا يعني يا اما في البيكسل دي يا اما في البيكسل دي حسب الريفرنس بتاعي. هنقول مثلا ان 140 ده بيشاور على الاتجاه ده، يعني لو ده الزيرو عندي وده الواي اكسس يبقى انا ال 140 في الاتجاه ده، يعني في اتجاه البيكسل ده. هبتدي اشوف البيكسل ديت في الاتجاه ده والاتجاه ده، في اللي هو ايه، في الاتجاه بتاعي، في قيمة اكبر من الماجنتيود اللي موجود عندي، يعني في قيمة اكبر من الـ3 في البيكسل دي او دي. هنا في واحد، هنا احنا بره الصورة، هنعتبر ان احنا مثلا عندنا زي ما يكون زيرو هنا فما فيش، فيبقى الـ3 دي اكبر قيمة عندي فيبقى معايا. همشي على البيكسلز هكذا. ناخد مثال تاني، مثلا البيكسل اللي هي الـ5 اللي احنا واخدينها بالاحمر اللي هي الاساسية اللي بدرس عندها، هقول الـ5 ديت الدايركشن عندها 60. 60 ده في انهي اتجاه؟ في الاتجاه اللي هو هنا، ان انا مثلا بقول ايه البيكسل اللي على يميني ديت تاخد انجل من ناقص 22.5 ل 22.5، البيكسل اللي على اليمين فوق هنا تاخد من 22.5 ل 67.5، البيكسل اللي فوق وهكذا. اقعد ازود 45 درجة كل ما بتنقل من بيكسل لبيكسل حسب الانجل بتاعي. فنقول بيكسل مثلا 60 ده يناظر ان انا ابص في الاتجاه دوت، ان انا لو انا واقف عند الـ5 ابص في الاتجاه بتاع الاتنين. فانا ابص في الاتجاه بتاع الاتنين والاتجاه بتاع الـ7 اللي احنا معلمينهم بالاصفر ده. الاتجاه ده انا جبته منين؟ جبته من الـ60 اللي هي الدايركشن. هبتدي اشوف هل في الاتجاه دوت في البيكسلز دول حاجة اكبر من الـ5 اللي هي الاصلية بتاعتي، هلاقي في هنا 7، يبقى هعلم على الـ5 ديت انها تتلغي، بس مش هلغيها. يعني ايه؟ هيبقى عندي زي ماتريكس تالتة غيرهم خالص، هحط 1 في المكان بتاع البيكسل اللي انا هشيلها، بس مش هشيلها، يعني هسيب الـ5 وهبتدي ادرس اللي بعدها، لان ممكن يبقى فيه كذا بيكسل هعلم عليهم يتشالوا يبقوا جنب بعض، فانا مش هقلب الـ5 دي لاي حاجة. بعد ما اخلص خالص هشيلها واحط مكانها 0، لكن دلوقتي مش هعمل كده. بعد كده ببتدي امشي على كل بيكسلز بنفس الطريقة، ابص على الدايركشن بتاعها من هنا وهبتدي اشوف امارك كل البيكسلز اللي عايزه تتشال. وبعد كده بعد ما اخلص على الصوره خالص كل البيكسل اللي انا عديت عليها وعلمتها انها هتتشال، اقوم مسحها وحاطط مكانها الزيرو.